يقول مودود رحمة الله عليه: والمصيبة الكبرى التي حلت بالمسلمين في زمن الملك كانت انتهاك سيادة القانون، مع أنها كانت من أهم المبادئ الأساسية في الدولة الإسلامية. قدم مقدمات وحيبدأ يقول لك كيف صارت في مراحل. واحد، في عهد معاوية أول بداية، ما في، بدأت هذه السياسة مع بداية عهد معاوية. ويرى الإمام الزهري محمد بن مسلم بن شهاب أنه في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الرشيد الأربعة كانت السنة ألا يرث الكافر مسلما ولا يرث المسلم كافرا، فشرع معاوية أثناء حكومته يورث أو يورث المسلم كافرا ولا يورث الكافر مسلما، فأبطل سيدنا عمر بن عبد العزيز هذه البدعة فيما بعد، غير أن هشام بن عبد الملك أعادها سيرتها الأولى. أي واحد. ويقول ابن كثير: إن معاوية قد بدل سنة الرسول والخلفاء الراشدين في الدية، وكانت دية المعاهد أو المعاهد، اسم الفاعل اسم مفعول يصح، مساوية لدية المسلم، فخفضها أو خفضها معاوية إلى النصف، وكان يأخذ النصف الآخر لنفسه. تفضل. هذه المصيبة، مش أنه خفضها النصف بس يعني اعتبارا بالإسلام، أن الإسلام يعني أشرف، لا، هي دية كاملة وبعطي أهل الذمة النص والنص الثاني له ولا جيبه. هذا من كثير ذكر البداية والنهاية عشان تعرف من بدل سنة الرسول. وثمت بدعة كريهة أخرى ظهرت في عهد معاوية، وهي أن معاوية نفسه وسائر ولاته بأمره كانوا يكيلون السب والشتم لسيدنا علي في خطبهم على المنابر، لدرجة أن كانوا يلعنونه وهو أحب أقرباء رسول صلى الله عليه وسلم إلى قلبه الشريف من فوق منبر المسجد النبوي، من فوق منبر ابن عمه أو أخيه الذي أصهر إليه عليه السلام، من فوق منبر المسجد النبوي نفسه وأمام الروضة النبوية، ما يستحوش من محمد عليه السلام، لعنة الله على الظالمين، بسبوء أمام رسول الله، الرسول يسمع ذاتها. وكان أولاد سيدنا علي وأقرب أقربائه يسمعون هذا اللعن بأذانهم. ولذلك الإمام الحسن كان لا يذهب إلى الجمعة، يذهب فقط لكي يركع معهم ركعتين، ما يسمعش الخطب، ومش هيك بس، ومش بس الحسن أبو محمد، معظم الناس بطلوا يروحوا على الصلاة، يكرهوا. إيش عملوا بنو أمية؟ إيش عملوا؟ عكسوا، صاروا يقدموا إيش؟ يقدموا الخطبة على الصلاة في العيدين، مش في العيد العكس طبعاً، عكس الجمعة، لا لا، في الأول نخطب عشان بنغصب عنك تضلك قاعد. لو نصلي كالرسول الناس حتروح، ليش تسمع؟ مروان عملها، أبو سعيد الخدري قال له: إيش هذا؟ لقد غيرت الأمر، لم يكن هكذا. قال له: يا أبا سعيد، مروان الخبيث قال له: يا أبا سعيد، لقد ذهب ما هنالك، سنة نبيك كذا محمد راحت. حديث صحيح هذا، هنجيب لكم إياه. لقد ذهب ما هنالك. معاوية في الحج بحج في الناس، صلى في منى على السنة المحمدية وأصاب، صلى بالجمع وعفوا بالإتمام ولا بالقصر؟ بالقصر، النبي كان يقصر في منى، قصر. قام مروان بالحكم الخبيث هذا المخبث، قال له: بئس بئس ما يعني ما قبلت به ابن عمك عن عثمان. قال له: أنت هيك أسأت لعثمان؟ قال له: ليش؟ وهل هناك غير ما صنعت؟ قال له: يعني الدنيا من أيام الرسول أو بكر عمر كذا هيك الصلاة في الحج. قال له: ابن عمك عثمان من المسائل اللي أخذت عليه رضي الله عليه أنه كان يتم الصلاة في منى، والناس أنكروا على عثمان. هذه مسألة من 15 مسألة اشتهر الإنكار على عثمان فيها، أنه ليش يتم الصلاة في منى؟ النبي كان يقصر. فقال له عثمان: كان يتم، وأنت قصرت الآن، فأنت هيك أسأت إليه. سكت معاوية. لما قام العصر يصلي أتم، عين عينك، يلا سيد محمد تذهب إلى الجحيم، إيش نعمل في محمد وأبو بكر وعمر؟ لا خلاص، نعمل زي عثمان، نحن أمويون، هذا الدين إلا والملك ملك، نلعب فيه كما نريد. شيء مخيف أخرجه أحمد هذا. حنذكر طبعا كل شيء بالتفصيل وبالأسانيد في وقته إن شاء الله عشان تعرف. يقول إيش الإمام المودودي: إن سب أي شخص بعد وفاته أمر مجاف للأخلاق الإنسانية، فضلا عن مجافته للشريعة الشريعة، كما أن خلط خطبة الجمعة على وجه الخصوص بمثل تلك البذاءات كان من وجهة نظر الدين والأخلاق عملا فظا شديد القبح. فلما تولى سيدنا عمر بن العزيز بدل هذه السنة كما بدل غيرها من السنة القبيحة التي كانت سنتها عائلته بن أمية، فمنع لعن سيدنا علي وأحل محله الآية الكريمة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، من سورة النحل، من آخر النحل طبعا. كذلك خالف معاوية كتاب الله وسنة الرسول خلافا ظاهرا في تقسيم مال الغنائم، فكتاب الله
وسنة الرسول ينصان على ضرورة ذهاب خمس مال الغنيمة إلى بيت المال وتقسيم الأربعة أخماس، المفروض الأربعة الأخماس، وكتب الأربعة أخماس هذا خطأ، الأربعة الأخماس الباقية بين الجندي الذين اشتركوا في الحرب والقتال. أما معاوية، شوف ايش عمل معاوية، فقد أمر باستخراج الذهب، استصفاء يعني استصفاء، باستخراج الذهب والفضة من مال الغنائم واختص بها نفسه، ثم قسم باقي المال حسب القاعدة الشرعية، ذهب الفضة إليه. ولذلك بنى القصور وعمل أشياء عجيبة وكذا، ما شاء الله من وين له. هذا مرتب عمر كان هيك، مرتب أبي بكر الذي مات أبو بكر وكفن في ثوبه. كذلك ارتكب معاوية من أجل أغراضه السياسية ما يخالف إحدى مسلمات الشريعة الغراء حين ألحق زياد ابن سمية بنسبه. فلقد كان زياد ابن جارية، فلقد كان زياد ابن جارية من الطائف اسمها سمية، ويقول الناس إن أبا سفيان والد معاوية كان زنى بها في الجاهلية فحملت منه. وأشار أبو سفيان نفسه ذات مرة إلى أن زيادا جاء من نطفته تلك، فلما شب الفتى زياد ثبت أنه صاحب ملكات وكفاءات غير عادية، وأنه حكيم مخطط وقائد حربي من أعلى طراز، وكان من أحمى حماة سيدنا علي في خلافته. نعم كان واليا لعلي، نعم، وأدى له خدمات جليلة عظمى. ولكي يخضعه معاوية ويجعل منه حاميا له ومعينا، جاء بشهود شهدوا أن والده أبا سفيان قد زنى بسمية، وأن زيادا ابن غير شرع لأبي، وعلى هذا أقره أخله وواحدا من أهل بيته. وإن كان هذا الفعل مكروها من الناحية الأخلاقية بالطبع، فإنه من الناحية القانونية الشرعية عمل غير مشروع البتة، إذ الشريعة لا تثبت نسبا من الزنا، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا واضح صريح: الولد للفراش.